السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله فيديو جديد، طريقة سهلة بسيطة، وده عواد الستيكس بتاعت الاندومي. شايفين الجمال؟ الله على الريحة وجمالها وعلى الطعم، ما شاء الله تبارك الله. بس قبل ما اقول لكم عملناها ازاي، ما تنسوش تحط الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنزرع عليها المكرونه اللي هي اسباجيتي بالشكل ده كده، طريقه سهله وبسيطه واحسن كتير ما تجيبيها من بره. كده عندنا المكرونه اهي داخله على سوا، شايفين بالشكل ده. انا عندي هنا 3 معالق زيت زي ما انتم شايفين كده. هننزل عليهم بهارات ايه؟ عندنا هنا توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، مكعب ماجي، ملح، وبهارات فراخ. ننزل عليهم كده على الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوح كل التوابل دي مع بعض. بسم الله زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما يجي التوابل بتاعتنا، يا رب بس الملح هتطلع. هننزل عليها بالتوابل دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللون؟ روعة، وريحة التوابل تجنن. احلى اندومي ما خدش مننا دقيقه زي ما انتم شايفين كده. شايفين واللون والصوص روعه. يلا نقدم مع بعض. هننزل بالاندومي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون والجمال؟ روعه بجد. حط بقى شويه صوص. يا جمال ويا جمال. شايفين الصوص بتاعه؟ روعه بجد، وريحه التوابل تجنن. احلى اندومي ده ولا ايه؟ شايفين روعة بجد. وده شكل الاندومي بتاعنا. شايفين طريقة سهلة وبسيطة، وده عواد الستيكس بتاعت الاندومي. شايفين الجمال؟ الله على الريحة وجمالها وعلى الطعم، ما شاء الله تبارك الله. وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.